السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تندوف لنقف على آخر التطورات نتاع المشروع نتاع خط السكك الحديد ديال منجمي اللي بلغ الطول ديالو حوالي 950 كيلومتر. وبعد الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولاية بشار ووقف على الأشغال في الجزء الأول نتاع المشروع هذا والواقع في ولاية بشار، كلف إذا رئيس الجمهورية كلف الوزير الأول لزيارة إلى ولاية تندوف والوقوف على الجزء الثاني من الشطر نتاع السكك الحديدية إذن، والأجزاء الأولى والثاني فيهم طول نتاع حوالي الأول 175 كيلومتر، الثاني فيه 200 كيلومتر، والجزء الثالث والاخير واللي يمتد من حدود ولايه تندوف الى منطقه غار جبيلات اذا فيه 550 كيلومتر، والجزء الثالث هذا تشرف عليه الشركه الصينيه هي اللي تقوم بالاشغال في الجزء الثالث نتاع 550 كيلومتر. والزوج اجزاء الاولى اللي المجمل تاعها حوالي 40 كيلومتر مجمل الطول نتاعهم هو تشرف عليه الاول شركه كوسيدر، والثاني هو شركه او ان تي بي شركه الاشغال العموميه الكبرى، اذا زوج شركات عموميه جزائريه. اذا هذا هو تقسيم تاع الاجزاء، والان رانا بصدد الوقوف على الجزء الثاني اللي يقع في ولايه تندوف واللي وقف عليه الوزير الاول في الزياره هذه الاخيره الاسبوع هذا. اذا بالمناسبه كذلك فيه يعني فتح رواق تاع 175 كيلومتر، تم فتح الارويقه في الجزء الاول والثاني، وكذلك فيه بعض الاجزاء وين بدات الوضع تاع يعني السكك الحديدية بحد ذاتها بدأت الأشغال تاع وضع السكك الحديدية. إذن نشوف الصور أين الدولة وضعت إمكانيات كبيرة جدا يعني تسريع وتيرة الإنجاز نتاع الخط السكك الحديدية هذا اللي راح بفضل هذا السكك سوف ندخل في الاستغلال يعني الأمثل لمناجم الحديد في غار جبيلات. على كل حال المناجم راهي مستغلة الآن لكن بطريقة تقليدية باستعمال ماكينات الرفع الأخر زائد الشاحنات، لكن في بعد ما تنتهي الأشغال نتاع الطريق السكك الحديدية هذه سوف ندخل يعني ستنتهي في حدود يعني 2026، يعني بعد سنتين من الآن تكون فيه تسليم نتاع الخط السكك الحديدية هذا نتاع حوالي 1000 كيلومتر اللي راح يسمح لنا بالاستغلال الأمثل لمناجم الحديد اللي سوف بفضل ذلك سوف نمول مصانع تحويل الحديد في وهران وعنابة وجيجل. إذا كل هذه يعني التحضيرات وهذه يعني الانطلاقة نتاع الأشغال هذه وقف عليها الوزير الأول في بحر الأسبوع هذا. إذن خليكم تابعوا الفيديو لأكثر تفاصيل، والسلام عليكم. باش ننقلوا 50 مليون طن سنويا تاع حديد بلاد إلى معامل مجمع شركات وطنية. مواطن في تندوف يروح الجزائر العاصمة أو يروح لعنابة نوفر له، عنده فوائد اجتماعية اقتصادية علمية. طبعا هذا مشروع عملاق انطلاقا من نظرة استراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى أن تتحول ليس فقط ولاية تندوف المنطقة هذه المنطقة إلى قطب اقتصادي صناعي تجاري. سبيسياليتي
فضل يرجع رئيس الجمهورية طبعا إن شاء الله. هو صاحب الفضل. مشروع استراتيجي وبنية تحتية لتثمين واستغلال واحد من أكبر مناجم الخام للحديد، مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف، رؤية اقتصادية جديدة وتجسيد بإرادة قوية. رئيس الجمهورية يحقق حلم الذي كان ينتظره المواطن التندوفي، وهو خط سكة مشروع خط سكة الحديد من تندوف إلى وهران. يفتح لها العزلة ما بين الولايات، وهو مشروع يعني جيد للساكنة وكان حلم بالنسبة للساكنة. هو مشروع استراتيجي في سوف إن شاء الله يفتح أبواب آفاق جديدة اقتصادية جديدة لولاية تندوف، وليس لولاية تندوف فقط وإنما الجنوب الغربي الجزائري والجزائر بشكل عام. احنا نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا الإرادة السياسية اللي تجسدت في هذه السكة، ونثمن هذه المجهودات ونشكر رئيس الجمهورية على هذه الاستفادة لولاية تندوف. مشروع خط السكة الحديدية بشار تندوف على مسافة 950 كيلومتر مشروع وليد التحولات الاقتصادية بالجزائر ولتعزيز التنمية المحلية بولاية تندوف. المشروع به ثلاثة أقسام، الشطر الثاني الذي يربط بين أم العسل وتندوف كان محل معاينة للوزير الأول نادير عرباوي. انطلاقا من نظرة استراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى أن تتحول ليس فقط ولاية تندوف المنطقة هذه المنطقة إلى قطب اقتصادي صناعي تجاري، يعني وهذه أول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. الحمد لله وصلنا إلى الآن هذا المشروع أصبح يعني مشروع حقيقي بعدما كان حلم. الشطر الثاني على مسافة 175 كيلومتر يضم يعني عدة شركات وستة شركات وطنية وخمس مكاتب دراسات لمتابعة يعني ومراقبة هذه الأشغال. على هذا المحور فتحنا الرواق على مسافة 175 كيلومتر وبدأنا أشغال التسطيح والردم على مسافة أكثر من 50 كيلومتر. المشروع أسند إلى مجمع مؤسسات وطنية تديرها كفاءات جزائرية بالإضافة إلى شركة صينية مختصة في إنجاز السكك الحديدية. فخر كبير انه شركات وطنيه جزائريه اللي هي اللي راها تقوم بانجاز هذه الاشغال مع الشريك الصيني اللي يسمح للمهندسين والمهندسات الجزائريات خريجي جامعات جزائريه انهم يكتسبوا الخبره ويتعلموا الهندسه تاع السكك الحديديه. مشروع تبني من خلاله الجزائر لعقيده اقتصاديه وتنمويه جديده لتعزيز حضورها اقليميا ودوليا من خلال منجم غارج بيلات للحديد.